الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. أنت الله. عايز تدعو الله وربنا هيستجيب لك الدعاء، تدعو ليه بإثم؟ تدعو ليه بقطيعة رحم؟ تقول على فلان ليه يا رب مثلا ما تصلحليش حاله؟ طب ادعو له بصلاح الحال. كان معايا واحد كده يعني من الناس اللي أنا أعرفهم بيدعو ليل نهار على ابنه، ابني مغلبني ده، أنا زعلان من ابني، يا ابني ده كذا، ويدعي عليه. قلت له طب ما تستبدل بقى الأمور. قال لي يعني إيه؟ قلت له طب ما تدعو الله له، بدل ما تدعي له تدعو الله له، ممكن توافق ساعتك يعني استجابة وربنا يصلح له حاله، الله مش أنت هتنعم، مش الله ده ابنك؟ الله قال لي آه فعلا كلامك مظبوط. قلت له هو الله. هو الكلام، بدل ما تدعو الله عليه ادعو الله له. أن يكون له لا وألا يكون عليه. بالظبط، سبحان والله الله. والله يا شيخ محمد، عبد الوهاب، يا شيخ عبد الوهاب، أسأل الله العظيم أن يجبر خاطرك. آمين يا رب. في آخر حجة كنت وصلت بصعوبة لأستار الكعبة ما شاء وسندت الله. راسي كده بدعو بقى، فكانت جنبي ست عطلتني عن إني أدعو من سماع دعائها. ما شاء كانت الله. بتدعو بتقول إيه؟ ما بتقولش غير كلمتين، بتقول له يا رب محمد ابني، يا رب يبطل سجاير، يا رب ارزقه، شوف يا الكلام. رب يهديه، ده بيحبك، ده محمد طيب. انا شغلني عنها انه في الموقف ده احنا بننجو، عايز انجو، انا عايز نفسه ما شاء لنفسي الله. دعوه. والله ما ذكرت نفسها بدعوه، ولكن كل دعاء كان لابنها تاكيد على كلام ما حضرتك شاء انه الله. كل ابنك ما شاء الله. ولا تكن عليه يعني.